عليكم. حابب ان انا اشارك معاكم ازاي تعمل فصل للاوديو من الفيديو في في اس دي سي سوفت وير، فيديو اديتنج سوفت وير. احنا عندنا دلوقتي فيديو اهو، هو موجود في اوديو اصلا، لو شغلناه تسمع الاوديو بتاعه، ولكن طبعا انت مش شايف مش شايف الاوديو بتاعه. فعشان تعمل السبلت دوت هتيجي هنا في المنطقه ديت في الكاركترستيك اللي هي الكومن سيتنجز البروبرتيز ويندوز، بعد كده هتنزل تحت خالص تكليك على الستريب باية، بعد كده تنزل تحت خالص تعمل سبلت تو فيديو فروم اوديو. ده كده الاوديو بتاعك، وساعتها ممكن تتحكم فيه زي ما انت عايز، ممكن حتى تشيل الفيديو اصلا. تشيل الفيديو خالص ويبقى معاك الاوديو بس. وشكرا.